بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا هنتكلم على الهرمونال كنترول اوف ذا اوفيريان سايكل. افكركم ان الاوفيريان سايكل كانت لها 3 مراحل. المرحله الاولى اللي اسمها الفولوكولار فيز، دي اللي هي كانت بترمز الى الاوجينيسيس. اوجينيسيس يعني عمليه الفورميشن اوف ذا فولي فورمد اوفم، واللي كانت بتتم بداخل الكورتكس اوف ذا اوفري. كيف يتم التحكم فيها؟ حقيقة الامر ان الغدة الماستر اللي هتتحكم في الاوفري هي البيتيوتري جلاند، والتحكم بيكون عن طريق هرمون هو الفوليكل استيمولاتينج هرمون. طيب، الاوجينيس دي كانت عمليه بتتم مبكرا جدا قبل ولاده البنت وهي ما زالت جنين في بطن امها، حيثما امتلأ الكورتكس اوف ذا اوفري بالاف من الجاميتس، الفيميل جاميتس اللي اسمها الاوجونيوم. الاوجونيوم دي خلايا صغيره هتمر بميتوزس تتحول الى خلايا تشبهها تماما، اكبر شويه في الحجم، واسمها البرايمري اووسايت. البرايمري اووسايت تحتفظ بنفس مواصفات وعدد كروموزومات الاوجونيوم، 46 كروموزوم. البرايمري اووسايت هتبتدي تشد من الاوفيريان ستروما مجموعه من الفلات سيلز، هتزين بها سطح خليتها المتزايد في حجمه وتتحول الى بريمورديال فوليكل. هذا هو المنظر في مرحلة ما قبل الولادة ولم يكن هناك أي هرمون الكنترول لهذه الأحداث. عند الولادة الكورتكس أوف ذا أوفري مليانة ب 250,000 من البرومورديال فوليكل. البرومورديال الفوليكل الواحدة عبارة عن إيه؟ عبارة عن البرايمري أوسايت اللي كان أصلها أوجونيوم، ومزينة سطحها بسنجل لاير اوف فلات سيلز بيسموها الفولوكولار سيلز. ده كان المنظر لحد الولادة. اتولدت البنت وتظل حتى سن البيوبرتي هذا، يعني الكورتكس بتاعتها يوجد بها هذه البرمورديال فوليكلز. وصلنا لسن البيوبرتي تبتدي تحدث الثورة الهرمونية. البيتيوتري جلاند تنطلق من عقال الهيبوثالاموس وتبتدي تخرج الهرمون اللي هيتحكم في الجروس اوف ذا بريمورديال فوليكل. الفوليكل ستيمليتنج هرمون هيغير شكل البريمورديال فوليكل او يحفزها الى انها تغير شكلها. بوجود هذا الهرمون هو دافع الى ان هذه الفوليكل اللي بداخلها الاووسايت، البرايمري اووسايت طبعا، هتغير شكل البرمورديال فوليكل من فلات سيلز الى كيوبيكال سيلز، وهنا هتغير البرمورديال فوليكلز اسمها زي ما غيرت شكلها. كان اسمها بريمورديال فوليكل شايله سنجل لاير اوف فلات سيلز، تتحول الى برايمري فوليكل شايله سنجل لاير اوف كيوبيكال سيلز. يبقى الفلات سيلز بقت كيوبيكال. ما زال الفوليكل ستيمليتنج هرمون بيضغط على البرايمري فوليكل، ما زال بيضغط عليها عشان تغير شكلها، هيحولها الى سكندري فوليكل. وايه وجه التحول هنا؟ وجه التحول الى ان صف الخلايا الواحد اللي كان اسمه فولوكولار سيلز اللي كانت كيوبيكال انشيب هيبقى صفين وتلاتة. وايه كمان؟ ويبتدي الخلايا المتزايدة في العدد عاوزة تاكل وتعيش، فتبتدي تشد من الاوفيريان سيلز، من الاوفيريان ستروما، تبتدي تشد يعني تعمل ابزوربشن لفلويد، تجمعها في صورة كافيتز بداخل الفولوكولار سيلز
يسموا هذه الكافيتز فلوكولار كافيتز. هذه الكافيتز فيها فلويدز جايه من الاوفري فور نورشمنت اوف ذا ايه اوف ذا رابيدلي جروينج سيلز اراوند ذا برايمري اوسايت. طيب البرايمري اوسايت هنا ما بقتش برايمري، تحولت هنا الى سكندري اوسايت بفعل الميوزس. ما زال الفوليكل ستيمولاتنج هرمون بيضغط، هيحول السكندري فوليكل اللي شايل اكتر من صفين من الفوليكولار سيلز يحولها الى جروينج سكندري. لو نيجي نبص للفرق في المنظر بين الجروينج سكندري فوليكل والسكندري فوليكل اللي اتغيرت بفعل تأثير هرمون الـ FSH، هنجد الفولوكولار سيلز بقى صف بدل ما كانوا صفين أو ثلاثة صفوف كتير. فرق التاني إن الفولوكولار كافيتز اللي كانت مغموسة في داخل الفولوكولار سيلز، الطبقات اللي بتزين سطح السكندري أوسايت تتجمع في صورة كافيتي واحد يسموه فولوكولار أنترم. هذا الكافيتي يدفع السكندري اوسايت لاحد اطراف الفوليكل، احد اطراف الجروينج سكندري فوليكل، وفي الحاله دهيت هيبقى وضع السكندري اوسايت هيبقى وضعها اكسنتريك او بريفرال ان بوزيشن. ده كان شكل الجروينج سكندري فوليكل اللي كانت سكندري وتحولت بفعل تأثير الـ FSH إلى Growing Secondary. ما زال الفوليكل ستيمولاتنج هرمون يعمل على تحفيز الـ Growing Secondary Follicle إلى تغيير شكلها. هتغير شكلها إزاي؟ السكندري أوسايت تبتدي تحلي نفسها، عروستنا كبرت وبدأت تحلو. بدأت تحلو إزاي؟ بدأت تزين سطحها، هتزين سطحها بطبقتين اتنين، طبقة غير خلوية اسمها زونة باللوس دي نانسيلولار لير، وطبقة خلوية. خلوية جاية منين؟ من خلايا الفلوكولار سيلز، تبتدي ترتبها على بعضها مع بعضها في صفوف زي شعاع الشمس يسموها الكورونا رادياتا. وفي نفس الوقت الخلايا الباقية تبتدي تترتب في صورة طبقتين اتنين، زونة جرانيولوزا وسيكا انترنا وسيكا اكسترنا. دولت هيزينوا او يحموا سطح مين؟ يحموا سطح الفوليكل اللي كانت سكندري واصبحت الان جريفيان فوليكل. اذا تغير شكل البريمورديال فوليكل الى برايمري فوليكل الى سكندري فوليكل الى جروينج سكندري الى جريفيان فوليكل، تحتوي بداخلها السكندري اوسايت المحلاه والمزينه بطبقتين، طبقه زونا باللوس ده اللي هي نونسيلولار لاير، وطبقه الكورونا رادياتا اللي هي سيلولار لاير، وتحولها بداخل الجريفيان فوليكل بهذا الشكل. كل ده تم تحت تاثير ال FSH الفوليكل استيمولاتنج هرمون، وهذه العملية كانوا بيسموها هرمونال كنترول اوف فوليكولار فيز اوف اوفيريان سايكل. يعني الهرمونال كنترول اوف اوجينيسيس، يعني الهرمونال كنترول اوف ذا فورميشن اند جروس اوف ذا برايمري اوسايت بداخل البريمورديال فوليكل الى سكندري اوسايت اللي هي الفولي فورمد اوفم بداخل الجريفيان فوليكل. دي كانت المرحله الاولى من الاوفيريان سايكل، وده كان الهرمون الكنترول اللي تم عليها، وده رمزنا له في المحاضره اللي فاتت بالبنت اللي كانت بتكبر وتتحول شكلها من طفله ملهاش شعر الى طفله مزينه بطبقه فيونكات واحده، فيونكات مفلطحة أو مسطحة، ثم تبتدي البنت تكبر شوية وتغير شكل الفيونكات إلى فيونكات رولز مدورة،
طبقة واحدة، وبعد كده تبقى طبقتين، وتبتدي تخزن الأكل، والأكل تعمل نفسها حصالة لحد لما تبقى عروسة جميلة. هي الفولي فورمد أوفم، وحتى الآن أنا بتجنب إن أنا أقول إنها فول ماتيور أوفم، فول ماتيور أوسايت. هذه الأوسايت اللي هي السكندري أوسايت ليست فول ماتيور، لكنها فولي فورمد. فولي فورمد يعني ايه؟ يعني عامله زي البنت اللي جسمها كبر، وتشوفها تقول عليها ده جسم امرأة، لكن عقلها مازال لسه عقل طفلة. ليه؟ لأن بداخل الجريفيان فوليكل حاجة لازم تطلع، حاجة في عقلها في تفكيرها لازم تطلع تخرج علشان تتحول إلى ماتيور فوليكل، ناضجة عاقلة. ايه الحاجة ديت؟ دي اللي هنعرفها مع الفيرترايزيشن. ندخل بعد كده على الهرمون الكنترول للمرحلة اللي جاية، او المرحلتين اللي جايين مع بعض، اللي هما الاوفيوليشن والليوتيال فيز، وكده يبقى خلصنا الهرمون الكنترول اوف ذا اوفيريان سايكل. بعد تكون الجريفيان فوليكل وبداخلها عروستنا الجميلة السكندري اوسايت المحلاة بطبقتين، الزونة باللوسيدا اللي هي نون سيلولار لاير، والكورونا رادياتا اللي هي السيلولار لاير. كبرت الجريفيان فوليكل والاوفم بداخلها، الاوفم اللي هي السكندري اوسايت اللي هي فول فورمد وليست فول ماتيور. طيب الهرمون الكنترول ازاي بيتحكم في اكمال عمليه الاوفيوليشن؟ الاوفيوليشن يعني ايه؟ يعني بالعربي اللي هو التبويض. يعني ايه برضه؟ يعني خروج السكندري اوسايت اللي هي الفولي فورمد اوفم من محبسها بداخل الاوفري وبداخل الجريفيان فوليكل الى مكان اخر في الفالوبيان تيوب اللي هي جزء من اليوترس. الكلام ده كان بيتم ازاي؟ هنشرح القصه العلميه ثم نتحول بعد كده إلى القصة الاجتماعية. القصة العلمية بتقول إلى أن الجريفيان فوليكل اللي كانت بقت طرفية اكسنتريك بفعل وجود الكافيتي الكبير اللي هو الفوليكولار أنترم، هذه الجريفيان فوليكل بداخلها الأوسايت، والأوسايت عايزة تهرب. طيب الجريفيان فوليكل خلاياها بتكتر وبتشد سوائل وبتتغذى، خلايا بتكتر، بيحصل سويلنج للجريفيان فوليكل، هتقرب من سطح الاوفري، هتعمل له بوشنج فيظهر في صورة سويلنج. سويلنج يعني دايلاتيشن، يعني انلارجمنت، يعني انكريس في السايز، يعني حتة من على السطح هتبقلل تبقى عاملة زي البقليلة، انتفاخ من على السطح. سببه الجريفيان فوليكل اللي قاعدة تكبر وتتبرم. لما تصل إلى هذه المرحلة هيبتدي يخرج منها هرمون اسمه الاستروجين. يخرج هرمون الاستروجين من الجريفيان فوليكل، يمشي مع السيركوليشن حتى يصل إلى البيتيوتري جلاند. هيعمل حاجتين اتنين، هيقول للبيتيوتري جلاند لو سمحتي أوقفي، stop the secretion of more of follicle stimulating hormone as there is no need for formation of another oocyte. يقول لها انا مش عايز مزيد من ال FSH. ليه؟ لان احنا عندنا عروسة واحدة، والعروسة دي مش عايزة عروسة تانية جنبها، يعني مش عايزينك تحفزي مور بريمورديال فوليكل علشان تتحول الى جريفيان فوليكل. ده اول اشارة. وفي نفس الوقت يقول لها كملي جميلك معانا، بلاش كملي جميلك دي، تقول لو سمحت يا بيتوتري جلاند طلعي لي هرمون يساعدني، يساعد السكندري اوسايت على التخلص من سجنها المزدوج. ايه سجنها المزدوج ده؟ سجنها بداخل الجريفيان فوليكل وبداخل الاوفري. فترد البيتوتري جلاند بتتحكم في عمليه الاوفيوليشن بافراز اليوتينايزنج هرمون اللي هنرمز اليه بالال اتش. يمشي اللوتينايزنج هرمون مع السيركيليشن، هيعمل يصل الى الاوفري، يعمل رابشر اوف ذا جريفيان فوليكل
وبالتأكيد سطح الأوفري، فتهرب منه مين؟ فتهرب منه السكندري أوسايت اللي هي فولي فورمد أوفم، تهرب منها وهتروح لمين؟ هتروح للفالوبيان تيوب. بعد ما تهرب هتسيب باقي الجريفيان فوليكل حزين عليها، ويتحول من شدة حزنه إلى جسم أصفر. الإنسان الحزين ده لونه بيصفر، فنجد الجريفيان فوليكل تتحول إلى استراكشر لونه أصفر يسموه كور باسلوتيام. أصفر ليه؟ حزين. حزين على مين؟ على هروب الفولي فورمد أوفم اللي هي السكندري أوسايت. هتهرب وتروح فين؟ هتهرب وتلتقطها الفيمبريا اوف ذا فالوبيان تيوب، وتحتجزها بداخل الانفانتيبولوم او الامبيولاري بورشن اوف ذا فالوبيان تيوب، ويتنج ذا ارايفل اوف ذا سبيرم. طيب لسه مازال في تحكم، الكوربس لوتيوم مازال وفي للفولي فورمد اوفم للسكندري اوسايت. هيعمل ايه؟ هيطلع هرمون خطير اسمه هرمون البروجستيرون. هيروح يعمل حاجتين اتنين، هيقول للبيتوتري جلاند اوقفي افراز الاف اس اتش، مش عايزين فوليكل ستيمليتنج هرمون، لان لسه عروستنا واحده، مش عايز عروسه تانية جنبها، مش عايزين ستيموليشن فور ماتوريشن او فور ذا فورميشن اوف انذر جريفيان فوليكلز. وتعمل ايه كمان؟ هتقوم جايه تمشي مع السيركوليشن وتمهد الطريق، تمهد اليوترس، لان لو حصل حمل هيستقبل الاستراكشر الجديد اللي هينتج عن الحمل اللي هنعرفه بعد كده. طيب لو حصل حمل يتحول الكوربس ليوتيوم الى كوربس ليوتيوم اوف بريجننسي، بعض الناس بيسموه كوربس هيموراجيكم. الكوربس ليوتيوم اوف بريجننسي ايضا هيفرز البروجستيرون اللي هيروح للبيتوتري جلاند ويقول لها نفس الكلام، اوقفي مزيد من افراز الاف اس اتش، ويمهد اليوترس عن طريق المينسترول سايكل اللي هنتكلم عليها بعد شويه فور بريجننسي. ان ما حصلش بريجننسي يتحول الكوربس لوتيوم الى ستراكشر اخر، كوربس يعني بودي يعني جسم، الى كوربس البيكانس. الانسان اللي لونه قبل ما يموت بلونه بيصفر، بعد ما يموت لونه بيبيض بيبهت، فتحول الى الجسم الباهت او الابيض. بيموت الكوربس لوتيوم لو ما حصلش بريجننسي، ويتحول الى ديد ستراكشر اسمه كوربس البيكانس. ده كان الهرمون الكنترول للاوفيوليشن والليوتيال فيز بمراحلها المختلفه. ده الاوفيوليشن والكوربس لوتيوم. الاوفيوليشن بينتهي بتكوين الكوربس لوتيوم، ومرحله الكوربس لوتيوم اما نتحول الى كوربس لوتيوم اوف بريجننسي او كوربس البيكانس. ده لو حصل حمل، وده لو ما حصلش ايه حمل. طيب دي القصه الحلميه، وده الهرمون الكنترول اوف ذا تو ستيبس التانيين من الاوفيريان سايكل اللي هم الاوفيوليشن واللوتيال فيز. طب تيجي تعالوا بقى نحكي قصه اجتماعيه لطيفه تساعدنا على تقبل هذا الكلام. هنقول سيبنا بقى من العلم وتعالوا نتكلم في حدوتة. هنقول فيها ايه؟ ان في عروسة اللي هي السكندري اوسايت، العروسة ديت مزينة باحلى زينة في صورة تاج نون سيلولار، هو الزينة باللوسدة، براكب عليه جواهر زي شعاع الشمس اسمها كورونا رادياتا. العروسة ديت هيشوفها، دي بنت عيلة كبيرة، بنت أسرة عظيمة الشأن في مجتمعها، هيشوفها عريس شاب من أولاد الطبقة الشعبية. العريس ده هيحاول يتقدم للعروسة، يكلم أبوها البيتيوتري جلاند، البيتيوتري جلاند اللي كبرتها وحولتها بالفولوكل ستيموليتنج هرمون لعروسة، يطلب ايدها، فابوها يرفض لعدم تكافؤ النسب. وطبعا تكافؤ النسب ده شرط من شروط نجاح الزواج.
طيب يرفض البيتوتري جلاند قبول السبرم اللي واصل وانه يتجوز منين؟ من عروسته، فيحبسها في محبس مزدوج. العروس عايزاه، هو الافضل من وسط 300 مليون واحد، الافضل في نظرها هي، شايفه ان هو مناسب. طبعا البنت نظرتها دايما قاصره، مش زي نظره الاهل، فتصر يعاقبها ابوها انه يحبسها في محبس مزدوج. مين المحبس المزدوج ده؟ قلعه يحبسها في زنزانه، هي الجريفيان فوليكل، والزنزانه دي موجوده في سجن كبير اسمه الاوفري، ويمنع اتصالها، لان كيد النساء ملوش حل، هتبعت جواب مستتر الى اصدقاء ابوها في القصر. ابوها ديت من عيله كبيره، عيله كبيره يعني زي ما تكون مثلا متحكمه في البلد اللي هي قاعده فيها، وقاعده في قصر، والقصر ده هو البيتوتري جلاند، فيه فصوص كتير، انتيريور لوب وبوستيريور لوب، تبعت اشاره الى بعض اصدقاء والدها اللي كانت بتحبهم. مين الاشاره ديت؟ هرمون الاستروجين، تقول لهم فيها باختصار خلصوني من هذا السجن، عاوز اهرب. اصدقاء ابوها هيبعتوا لها مجموعه من القوات الخاصه زي بيسموها، هتفجر اللي هي اليوتينايزنج هرمون، هتفجر الجريفيان فوليكل والسيرفيس اوف ذا اوفري، ويهربوا مين؟ يهربهم الفولي فورمد اوفم المحلاه بالزونة باللوسيدا والكورونا رادياتا. طيب هربت العروسة بتاعتنا مستنية وصول الاسبرم. طب يا ترى الأب ده هيسكت على هروب بنته؟ عمره مش هيسكت أبدا، هو هيمنع وصول الاسبرم إلى مين؟ هو طبعا هيعرف، هيمنع وصول الاسبرم للأوفم اللي هربت. نرجع تاني للجريفيان فوليكل. الجريفيان فوليكل اللي هو كان السجن او الزنزانه اللي كانت محبوسه فيها الاووسايت، بعد ما هربت منها الاووسايت هتحزن عليها، لانها كانت يعني الخادمه بتاعتها، تحزن. قول واحد من حزنه لونه بيصفر وتحول الى الجسم الاصفر او الكوربس ليوتيام. الكوربس ليوتيام من اخلاصه على حياه السكندري اوسايت او الفوليفورمد اوفم هيفرز هرمون البروجستيرون اللي هيصل الى البيتيوتري ويمنع تكون فوليفورمد اوفا بداخل الجريفين فوليكل، يمنع مور فورميشن اوف مزيد من الجريفين فوليكلز، ويروح يمهد البيت اللي هتقعد فيه مين؟ اللي هتقعد فيه العروسه بعد التخصيب. ان حصل بريجنانسي يتحول الكوربس ليوتيام الى كوربس هيموراجيكم او كوربس ليوتيام اوف بريجنانسي، ما حصلش بريجنانسي بيموت الكوربس ليوتيام ويتحول الى كوربس البيكنز. ده كان الهرمون الكنترول اوف ذا اوفيريان اند ليوتيال فيزيس اوف اوفيريان سايكل، وندخل بعد كده في سايكل جديده هي المينستريال سايكل.